خوتي توحشتكم، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. خاصني نشرح لكم دابا باش تعرفوا اشنو كندير. اول حاجه، الناس اللي شافوا الفلوق ديال السويد، اصلا انا باقي ما حطيتوش دابا، ولكن غتشوفوا لحقاش ما غنحطش هذا حتى تشوفوا الاخر. دونك تلاقيت مع واحد الدريه في الاخر اللي غنات وضحكت معها، وداك الشيء هي هذه سينما دار. كلشي كاين سينما دار، كلشي كاين، عندها فورما، كلشي كاين كلشي كاين. المهم كما شفتوا هاد الدريه تلاقيت معها في الفلوق الاخر ديال السويد. المهم هضرنا وداك الشيء ترندفنا من الاخر. المهم ترندفنا ومشينا ضربنا واحد الدويره، ها انتم غتشوفوها دابا، باش ندير لكم فلوق. من بعد درت معاه واحد التحدي باش تدينا فنلندا. دونك هذا الفلوق غيكون من فنلندا. ام سو سوري. باش نمشيو فنلندا صراحه الفكره كانت ديالها هي. المهم كنت جالس انا وياها باش نديرو فلوق في السويد، فكرت بلي انا ديجا درت فلوق في السويد. دونك الو غنكتشفوا شي مدينه اخرى ولا شي دوله اخرى. ديما كنغلط في الفلوق، كنبغي نقول مدينه كنقول دوله، وديما كنقول العكس. دونك كنت كنسولها قلت لها شنو هي الدوله اللي قريبه هنا ونقدروا نمشيو نديرو فيها فيديو، قالت لي فنلندا. ات واز يور بروبوزيشن فور فنلندا. ساو كنقول لها شكرا، ودابا جينا خدينا باطو اللي هو بثمن الي روتور مع البيت ديالك مع داك الشيء ب 800 كرونه، اللي هي 800 درهم واللي هي 80 اورو الي روتور. دونك مزيانه، بغينا نشوف فنلندا، نكتشف فنلندا كاملين. و ليتس دو ات جو. نسيت ما قلت لكم ان اليوم كيتزامن مع واحد الظاهره في السويد اللي سميتها بالانجلي ميد سامر، هي ظاهره منتصف الصيف، ان الشمس ما كتشرقش ما كتغربش. الشمس ديما كتبقى الشروقات لمده واحد السيمانه. دونك غادي نصوروا لكم في الليل او النهار، هذاك الشيء غيتلف، ان الشمس غتبقى شارقه. اكسبلين اباوت توداي. ميد سامر. يس يس. سو وي جاست كايند اوف سيلبريت كنحتفلوا، تقول انها سنحتفل اليوم. It's really hard to explain. قلت لك انه من الصعب عليها ان تشرح لكم. With their families. يعني بحال العيد، وهي ظاهرة ولكن داخلين فيها وما في العيد. And they dance. Let's dance. سينو لاتاي. عندها فورما. سينو لاتاي. عندها فورما. تهلاو. Hello. Please stop smiling there. Yes. I saw her. Thank you. كما كتشوفوا حنا دابا دخلنا للباطو، واول حاجه غادي نديرو غنمشيو نقلبوا على الشومبرا. اجيو تكتشفوا معنا الشومبرا كيفاش غادي تكون. ليتس جو. اي شحال من تيسعه. ها هي الشومبرا كما كتشوفوا، داخله في لوطيل، داخله في البي. فين غتنعس؟ كلشي كاين، فوطه كاينه، الدوش ها هو. دونك اش غنقول لكم؟ احنا دابا في الباطو، اي حاجه غنصوروها غتشوفوها معنا. بيس. طلعنا للباطو من الفوق باش نوريكم واحد المنظر واعر. قبل ما نوريكم واحد المنظر بغيت ندير لكم واحد الحاجه. شوف دابا الناس اللي كيبغيو يخدموا بلادهم وكيبغيو يخدموا السياحه، شوف دابا بزاف ديال الناس مقطعين فلوس في الباطو باش يشوفوا فنلندا ويرجعوا. علاش حنا ما نديروهاش؟ نديروا باطو بحال هذا في طنجه، يركب الناس يطلع ما تقدرش تهضر في غيور، يطلعوا السبليون وما يرجعوش. وحنا درنا مع بلادهم مزيان ومع المغاربه مزيان يمشيو يصوفوا. المهم هذه انا غير كنضحك. دونك غنوريكم واحد المنظر واعر بزاف من الفوق. قولوا لي كيفاش. الباطو تحرك دابا، وبغيت نوريكم واحد اللقطه. ها هي غتشوفوها دابا. هذا الباطو اللي اون فاس معنا ديال الجيران، هو انه كيبان من هذه الجهه. دونك لوريتكم هذا الباطو راه بحال لوريتكم هذا الباطو اللي راكبين فيه، حيت لي شومبر كيطلعوا على البحر. دونك لي شومبر من برا كيبانوا بحال ما هكا. لين لي
زوينين أفغامون أفغامون زوين أجدر أفغامون بلك نقول لهم واحد حاجة بلاتي هولي كنانس لين tell them that you are single singer I'm a singer واحد حاجة غنديروها دابا هي غنمشيو نرتاحو شوية في الشومبر من بعد خصنا نمشيو ناكلو وغادي نصور لكم أي حاجة درناها في هذا النهار هذا في الباطو I can't ما قدرتش تسلم حيت البرد غيطلع عليها واحد الحاجة What? Can you try now? لصق الصاي ديالها رجعت لكم عاوتاني تلاقيت مع الدريه اللي كانت قبيله باغا تسلم وما قدرات لقيتها من فنلندا هي ار فروم فنلندا واتس يور نيم نو ايرلاند ايرلاند غادي لايرلاند وما عرفتش راسك فين غادي سير واتس يور نيم كيم كيم اي وونت تو اسك يو اباوت ايرلاند وات كان يو تيل مي اباوت يور كانتري اتس فيري سمول اتس ان ايلاند اتس ريلي بيوتيفول صغيره وزوينه اند ات رينز ا لوت هذه غنخليكم تعرفوا بوحدها حاجه مشينا للريستو الريستو هي بحال دوك كتدخل وكتبقى تاكل داكشي حتى كتشبع ملي سولنا لقيناها ب 38 اورو الواحد انا ما عنديش مشكل زعما هما جاتهم غاليه قلت لهم انا عندي واحد الفكره مغربيه هو انه غادي ندخل انا نخلص انا ما عنديش مشكل نخلص زعما انا الا خدت شي دابا انا نخلص وما يستافدوا عندي مهم هو داك الدم المغربي خصني نقولهم وصافي ماشي اي مشكل على الفكره دونك قلت لهم عندي واحد الفكره نخلص انا ندخل ناكل تنشبع ونخرج معايا الماكله لكم كامل شي صاك ولا شي لعيبه هي حشمات اي ويل اكسبلين هي حشمات جينا لواحد البلاصه حنا اخرى ديت واحد اللعيبه اللي هاي كتشوفوها ما تعرفش تشوفها ولا لا دونك حلال 100% تاع غير الكروفيت واخا هذا واحد المعلومه ان هذا راه ماشي كروفيت اللي كتعرفوا هذاك اللي كيديروا لنا في كيتباع في المغرب وكيتباع في درب سلطان وكيتباع المهم هذا ماشي كروفيت هذا غير واحد اللعيبات بحال الكروفيت الكروفيت راه كشور رويال الكروفيت هو الكروفيت هذا اصلا بحال العجينه دونك حيت رخيص كيبيعوا الناس في المغرب على اساس كروفيت سولوا على القضيه وواحد حاجه اخرى كيديروه في بقيله وكيديروه في بيتزا ماشي كروفيت سولوا عليها او يقدر يكون نوع من الكروفيت اللي هو ما كيفيد والو هذه حاجه واحد الحاجه اللي ما كرهتش تكون وي كان نوت هو شي سي اي جو اوكي اوكي ثانك يو فيري ماتش قلت لي ما تخسرش الصور انا حيت كاين بزاف الناس غنختصر لكم شنو كنت باغي نقول فجيت نخلص هذه القضيه اللي ما كنتش تفهمها ولكن انا بغيت نقولها لكم كنضحكت مع قاتش على الاخرى جا واحد الراجل كبير قدامي مسكين بغى يشري كرواسون وعندو الفلوس ناقصين فهمتوني عندو الفلوس ناقصين ما عقلاتش عليه هذه اللي جات دابا حيدت لي الكرواسون ومسكين بقى فيا اقسم بالله وانا نعطيه كرواسون خديتها من عندها قلت له انا نخلص ليه داكشي الباقي فهمتي ومسكين وعجبوه الحال راه هو اللي ورايا لابس الزرق وهاد اللعبه بغيت نبارطاجها معكم عرفتوا علاش ماشي زعما باش نبان باش نعطيكم واحد الصوره زوينه شحال واحد تقول لي انت كتحشنا في الاور والله يا خويا الا كنعطي صوره زوينه للمغاربه وكندير جهدي وهاد الناس كل ما كنت ضريب كاع ما يثقوا فيا وهاد اللقطه كنت في الماء زعما غنكون فرحان اكثر مما علاش قلت نعاودها لكم وجات حشومه نمشي نصور الراجل باش نسولو باش يثقوا فيا مي كنعطي صوره زوينه وشحال من خطره كنبغي نصلي وما كنبغيش نصور راسي كنصلي كنقول كاين واحد الناس يسحب لهم انا كنعاق المهم عارفين العقليه ديال المغاربه صعيبه ولكن انا خصني نصلي باش يعرفوا الناس انني واخا كنسافر وكندير تيتيز مي راه كنصلي وراه انسان الحمد لله مسلم خصني نعطي صوره مزيانه وشكرا سمحوا لي طولت عليكم صباح الخير خوتي سمحوا لي البارح مشيت نعس ديريكت ما قيت لا ويفي لا والو طحت كاو رجع لي العيا دونك ماشي مشكل المهم حنا وصلنا لهيلينسكي العاصمه ديال فنلندا غادي نخرجوا دابا نكتشفوها كاملين العز حصلتوني اللي بغيت نقول لكم الا لاحظتوا فاش كنكون داير بحال هكا باش كنهضر معاكم فيس تو فيس كنلقى واحد المشكل ان الكاميرا تقلب بزاف دونك
جو بريفير حمزه كيصور دوك كنلقى الراحه ديالي حتى الكاميرا كتكون ستابل. داكشي علاش كنبغي نصور بهاد الكاميرا. اوكي اول حاجه غادي نقولها لكم كنت كنهضر مع الدراري دابا باش نمشيو لواحد ايرلندا، واحد الجزيره خارجه على هاد السونتر سيتي حدا بنفس السونتر. السونتر سيتي غادي ندورو شويه وغادي نقول لكم واحد المعلومات اول مره غنعرفو على فيرلاند. اللي بغيت نقول لكم واللي مخلينا شويه مضروبين هو عندنا 6 سوايع هنا في فيرلاند. لحقاش الباطو حطنا مع 9 الصباح ورجع لينا مع 5، دونك حنا خصنا نمشيو لايرلندا وهذيك الجزيره بعيده بزاف، ولكن غنحاولوا نديروا الماكسيموم باش نصوروا لكم الجزيره ونصوروا لكم هنا. شوفوا حنا دابا في السونتر واحد المكان زوين بزاف بزاف، وغنقول لكم واحد المعلومات على فيرلندا اول مره نعرفها. رجعت لكم باش نقول لكم خاصكم تردوا البال الا كنتوا في فيرلندا وبغيتي الزياره ديالك تكون زوينه بزاف، ما عمرك ما تخلط بين فيرلندا والسويد. لحقاش السويد حكمت فيرلندا سنوات بزاف، وهذا الشيء علاش فيرلندا كتكره السويد. واحد حاجه اخرى، ما تقاطع حتى شي واحد يكون كيهضر، خاص شي واحد يكون كيهضر خاصك تبقى تسمعه من عادة الاحترام، خاصك تسنى حتى شي واحد يكون يسال الهضره ديالو عاد باش تبدا الهضره ديالك نتايا. وهاد القضيه فينا بزاف في المغرب، يكون كيهضر شي واحد كتقاطعه تيقول لك اقطعت فمك بالعسل والسمن، وانت تسكت خليني نكمل هضراتي. الحاجه اللي بيزار غتجيكم الا كنتي في قهوه مقهوي وبغيتي بغيتي تدبر على سيرفور ولا غارسون، بغيتي تعطيه بوربوار ما خاصكش تعطيه بوربوار. علاش؟ حيت عطيتي بوربوار ولا خليتيني في الطابله يسحبك نسيتي، ما عندهمش الثقافه ديال بوربوار. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف عجبتني، لا هذه بزاف، هذه اكثر شعب متواضع في العالم هو هذا الشعب هذا، ماشي بحال ما بغيش نقارن. المهم خاصك تكون متواضع بزاف وما تباهاش، ما تقولش انا وانا، حيت الدوله تتميز بالتواضع. ولكن احسن حاجه كتشكي الهم ديالك، كيعجبهم يسمعوا للناس. يعني فاش كتكون عندك شي مشكل خاصك تبقى تشكي عليهم وما كيعجبهم الحال. يعني دابا المغرب كله خاصو يجي لفيرلندا باش يشكي الهم ديالو. عيش، كنتمنى هاد المعلومات يكونوا عجبوكم واول مره تكونوا سمعتوهم. دونك انا حاولت قلت لهم بالزربه باش يلا نمشيو نشوفوا الجزيره. رجعت نصور مع الكاميرا على شي رساله خفيفه وما نستناش حمزه يصور لي، غادي نمشي نسول كيفاش غنقدروا نمشيو لهذيك البلاصه اللي باغي نمشيو لها. مي قبل نحب نوريكم واحد البلاصه زوينه هنا اللي جينا لها دابا، ها هي بلاتي. فوالا كما كتشوفوا هنايا غادي ناخذ الباطو باش نمشيو لديك ايرلاند. كتبان لكم لهي راهي واحد الجزيره، الا ما قدرناش نمشيو لها غادي نحاولوا نطيروا الدرون. جوج مرات ما كتبغيش تخدم لنا الدرون، ما عرفتش واش مع السينيال ديال الباطو، مي غادي نحاولوا. دونك حنايا دابا هنايا في الكابيتال ديال فيرلاند العاصمه، كاين واحد الكنيسه اللي معروفه بزاف هي كتبان لنا، غادي نمشيو لها وغادي نعطيكم دي زانفورماسيون عليها. صراحه عجبتني هاد اللعبه ديال زانفورماسيون، مره نقدر نقول لكم شي حاجه اللي انا عارف باش نستافدوا كاملين. وكنتمنى يعني يكون هاد الشيء كيعجبكم. واللي خلاني نصور لكم هاد الكاميرا هو انني بغيتكم ما نبقاش زعما كاين غير نهضر وانتم كتفرجوا فيا، بغيتكم تعيشوا معايا هاد المغامره. دونك حنا راه خدينا الترامواي وجينا لهاد البلاصه ودابا خصنا نمشيو باش نقدروا نشوفوا ايرلندا. ايرلندا ديال الجزيره بيو شي باش قلت لكم هاد الكاميرا زوينه. حنا دابا لقينا السباقه غندخلوا نسيركلو ساعتي خش بالكاميرا الاخرى، خصني نستنى تيجي يصورني. غنحاول نبدل الكاميرا، غنحاول نشري كاميرا بحال ما هادي. دونك حنايا دابا في السباقه نري جلبانه بشحال باش ندخل هاد الورقه في جيبي ونصور لكم شويه. ايه جلبانه سيدي ب 1000 ريال، 5 اورو جلبانه، تضرب لي جلبانه في المغرب اخويا. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، هو فيرلندا كيتعاملوا بالاورو عكس الدنمارك والسويد كيتعاملوا بالكرونه، والكرونة غالي طايحه بزاف، يعني داكشي غالي، يعني المعيشه غاليه بزاف، ماشي بحال الاورو بحال دابا انا في فرنسا. يعني التكاليف علاش اليوم خلصت في الترامواي وخلصت كلشي، هاي شريت ديال النهار كامل حيت بالاورو. بالكرونه غاليه، كنت كنخلص اسيدي في الدنمارك لا في السويد باش نتسارى نهار كامل 140 كرونه، يعني 114 الاورو، فهمتي؟ يعني نهار واحد تقدر تجيكم رخيصه مي غاليه بالنسبه لفرنسا. وهنا بحال هنا 8 اورو نهار كامل في كلشي، فحتى الباطو دونك ديري شحال زوينات. دابا الصراحه عرفت القيمه ديال هاد الكاميرا، وخا حمزه كان كيعطيني الكاميرا ديالو كياخذ ليا هادي زوينه بزاف، خويا كنت مقول بلي بزاف. شوف انا كتعيش معاهم في الحياه، دابا انا كتحس بهم هما غاديين كيشوفوك وغندخل معاهم للسويقه دابا. تبعني زين كيبيع، الزين كيبيع الفواكه. ساوي كما كتشوفوا الفريز غالي بزاف. كاينه الدريات هنايا، ما عرفتش علاش غير الدريات اللي كيبيعها. انت ما غتبيعيش؟ زينو لاطاي، زينو لاطاي، شوف كلشي كاين. صح تبلدتي انت، غديك عند مي زكيه تعجبك.
عقلي عليها. سير يلا يلا ورينا ضربي بينا دوالك كما كتشوفوا. والله حتى السواقه برا بشي جلبانه عاوتاني ب 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال اللي لاحظت ان غير المراوات اللي كيبيعوا. شوف لا هذا دري سمحوا لي ها ولكن ماما هايا وهذه ماما قال ماما الله يجعل ما تفي اللون الله يجعل المراوات اللي كيبيعوا. هاي مرا كتبيع هاي دريه كتبيع. هادو لي بورت لي سوفونير لي سوفونير حشمانه مسكينه طريفه الله يسهل على الجميع. Yeah, it's stone that's only found in Finland. Yeah, Finland. That's Finland. دابا ديال سلسله. لا بغيت نقول زعما كاين شي واحد عافاكم تزوج بيه باش تسري لها هادشي. Yeah, okay, you use this one. That. Can you use this? Yeah. Thank you very much. نقدروا نقدروا لك بوباتا في الباطو. 25. Yeah. All right, cool. Thank you very much. You are so kind. Good luck. Have a nice day. سولنا باش نقدروا نمشيو لديك ايرلاند شي قلت لكم. واحد القمعه كاع باش تحدا. انا؟ انا. تفتح الماء كتخليني بلاك. خوتك بلاكا دونك هاد التيكيري سيرنا ديال النهار كامل اللي ب 8 اورو غنقدروا نمشيو به في الباطو الوغ باش نوصلوا لهذيك اللعيبه. شوف شحال زوينه الكاميرا زوينه شبيها الحياه. شعري كيتحرك عمر شعري ما تحرك عمر شعري ما تحرك شعري ما تحرك وين بي واحد حاجه اخرى جيتنا في الكريب لقيت عاوتاني الدريه اللي كتبيع الكريب. واش ما عندكمش الدراري يخدموا نوضوا تخدموا وعريوا على كتافكم ولا حشومه هاد الشيء. بغينا المغاربه يجيو يخدموا هنا. هاشتاغ هاشتاغ جميع محبين المتفرجين ديالي في كومونتير يكتبوا كلنا من اجل فيلاند بغينا نخدموا. وعاوتاني كيف ما كتشوفوا باقي في نفس الحاجه الدريات عاوتاني هما اللي كيبيعوا هنا. بغيت نعرف علاش بغيت نعرف علاش عباد الله علاش. يلا نمشيو للباطو دابا يمشي علينا هوب اون فات طلعنا للباطو لحقاش كان غادي يمشي علينا شويه انت غطلعنا هو يتحرك هو ديجا تحرك الباطو دونك حنا غادي نمشيو لديك الجزيره اللي قلت لكم وغنصور لكم كلشي خليوكم معايا ولكن اللي غنوصل تما غنصور لكم بالكاميرا الاخرى حيت هي اللي فرقع الكاليتي. حنا وصلنا للجزيره اللي قبل اول حاجه جينا ناخذ الكتاب اللي فيه البلايص المشهورين هنا اللي غنمشيو نشوفوهم هما حاطينهم هنا ودايرين كل واحد شوف بلاتي دايرين كل واحد واللغه ديالو صافي مثلا دابا الناس اللي كيهضروا الفنلنديه ها هي الدراب ديال الفنلنديه كيهضروا الانجليزي ها هي الدراب ديال الانجليزي الناس اللي كيهضروا السويديه ها هي الدراب ديال السويد الناس اللي كيهضروا الكرواتيا ها هو الدراب ديال الكرواتيا فوالا دونك حنا غادي نشوفوا اشهر بلاصه غنمشيو ليها اكيد بموافقه الوالدين وغادي نمشيو نشوفوها دابا. تبع اللي بغيت نقول لكم ما قدرناش نطيروا الدرون حقاش حنا في واحد البلاصه اللي نو فلاي زون للاسف. والله كنا بغا نطلعوا الدرون باش نشوفوا هاد الجزيره كي دايره من فوق. معليش انت ما يبقاش على كاع ما بغاش يطير دونك واش غنديروا دابا غنديروا لكم واحد شويه سينيماتيك هنايا ومن بعد غادي نمشيو للسونتر نصوروا عاوتاني شنو كاين في السونتر. عارف صراحه ما كاينش حاجه انتريسين اكثر من انك تكون في واحد الدار فين بغيت تبان تكون في واحد الدار وحدك الطبيعه والبحر والبرد بزاف هو لا ماشي هو كيف لكم دونك احسن حاجه واقيلا شفت لحد الان هي هذه وواحد الدار زوينه جاتني غنصورها لكم مي بغيت هي بغات تبلوغي لكم اوكي تراي تو فوك يو كان توك ويز ذيم سو توك ذيم اباوت وات وي ساي وات وي ديسكفر. What is this place looking? Yeah, it's very beautiful. This show your face like this and talk to them. So this is an island that is very close to Helsinki. Very close. It's 20 minutes by boat. And it's an old fortress.
on this island here that was used in a war. Maybe like it was 200 years ago. Look at them. But yeah, it's very peaceful here right now. But I'm pretty sure the water is pretty cold. What? Oh my god. Hello. I'm just gonna touch the water. No, it's not too cold, but it's probably warmer in Morocco. ما عرفتش تفهمتوا معايا ولا لا. انا ما نكذبش عليكم فاش كنشوفوا البحر والله كنفرح وكنرتاح بزاف وما كرهش نعوم غير ما جبتش معايا الحوايج مي غنطلعوا لواحد البلاصه زوينه كامويد. Every night in my dream, see you. How are you? Is this when I push you in? Into the water? You know what? Ah, you push you. Push me in the water. Okay, let's try. One. No. Let's do it with the right hand. Guys, the battery of the camera is full. I'm going to film you with the camera other. And then we're going to charge you and continue with you. Hello! رجعنا من الباطو رجعنا من الجزيره اللي كنا دونك غادي نصور لكم واحد الحاجه اللي هي مشهوره بزاف تشارف واحد الكنيسه مي قبل هي خاصها تمشي تاكل يا تو جو تو ايت هير اوكي جو تو ايت اند وي ويل ميت اند اوكي فورك لاف درت معنا نتلاقاو مع الربع حيت انا ما بغيتش نمشي ناكل دابا قلت تنصور لكم واحد العيبات ولكن صراحه في الجوع غنمشي ناكل هو الاول عاد نمشي نصور لكم صراحه كاين بزاف هنا كيديروا الحوت وكيبان لي غناكل غير عند هذا كاين واحد التبصيل كما كيبان لكم كاين الشوبة والشرة وتطلق لك طبعا الشرة مزيان نقدر ناخذ غير هذا يلا كنت غادي نقول لكم الدولة الواحدة اللي ما تلاقيتش مع حتى شي مغربي وانا نتلاقى واحد مغربي ها هو السلام عليكم تحياتنا واحتراماتنا لخوت الدولة كازا المغاربة كل شيء خوتنا كنسلموا عليكم من هلسنكي الكابيتال ديال فنلندا شنو تقدر تقول لنا على هذا الكابيتال اخويا هذه العاصمه هذه الدوله اخويا لا فنلندا كما فوايا لا فنلندا بلاد مزيانه وغزاله وبلاد نقيه وبلاد بلاد تواضع بلاد متواضعين والناس مزيانين الناس محترمين وتيبغيو تيحترموا لا كولتور وتيحترموا التقاليد والديانات ولي جون كانسان كيحترموا يحترموا كانسان شكرا بزاف اخويا وصافي بليزير و مرحبا بك دونك حنا غادي نمشيو ناكلو دابا الحوت ترى لي فراسك اخويا مرحبا وصافي بليزير اخويا يلا كلشي المغرب كامل تحياتي للمنتخب كل المنتخب ديال المغرب ولي زامي والخوت العز ليكم اخوتي ومرحبا What would you like? Ah, this one. 34. Number 2? Yes, this one. Number 2. Number 2? Number 2. Do you want garlic sauce? Yes, some sauce and if you have a spicy sauce, please. No, sir. We have only Harwell. Garlic sauce. Okay, no problem. And a lot of lemon sugar. Yeah? Yeah? One more, please. Thank you very much. Okay, thank you very much. €10. Without contact, okay? Yeah. Could be on the block. Sorry? Yes, I have no problem, but what about him? It's okay. No problem. كنت كنقلب على بلاصه باش ناكل تلاقيت مع هادو صوفيا ناديا صوفيا عندهم عربي نايمز اند يو علي Alina. Yeah. الغريب الغريب في الامر سمعوا. What you told me before about your job? Well, I told about my job. I'm a doctor. I'm a pediatrician doctor. Yes. And your sister? Sonia is a psychologist. Montessori. Montessori. And your daughter? And I'm medical student. Medical. يعني ما عمرك حتى المرض هذا عمرك مش طبيب نهار تكون دابا مثلا تجوز هذه وتقول لي هذه حماتك وهذه خالتها ما عمرك تمشي للطبيب اي ساي that if you have a family like this you will never go to the hospital yeah maybe so thank you very much for inviting me to eat with you thank you because thank I you. Didn't find place and Nadia Sofia Nadia. Yes. She told me come to eat here thank you for being nice Russia people they are nice so what can you say to my friends to Moroccan people have you ever been in Morocco be happy yeah
you have such a wonderful nature. Я не знаю, как сказать, что вы приезжали в Россию. We are inviting you to Russia, first of all, and we are very glad to Thank you very much. I have friends from Morocco. Yes, they were our students from St. Petersburg Pediatric Medical University. So I have a relation still. I have Thank you very much for being nice with me. I promise you that one day I will come to Russia. Thank you very much. Thank you. كنت غادي ندير مع البنت اللي مع الربعه تلاقيت مع واحد الدريه اول فنلنديا غنهضر معاها قلت لكم هما ظريفين بزاف قلت لها فين غادا قلت لي راه غادا غير ناخذ بوز لحقاش كنبيع الورد في السوق ليه وصافي عجبني بغيت تبان في البلوك ديالي دونك وات كان يو سي مي اباوت يو اور اباوت فنلنديا يا شاي I don't know. لا ولكن هما فنلنديا الشعب كله ماشي زعما غير الدريات الشعب كله متواضع قلت لكم هادشي في البدايه Donc where are you going to pause? Yes. Yeah. And where do you work? You told me. I'm working here in Market Square, and I sell flowers and berries and something like that. Thank you very much. Good luck for you. Thank you. Happy to see you. Yeah. See you. You have my Instagram. Yeah. Send me a message, okay? Okay. Yeah. Don't forget. Yeah. Bye. Bye-bye. Nice to meet you. Yeah. ضريفة بحال اللي قلتي مين قلت لها دابا انا كنت غادي وقلت لها هاي واتساب ضحكات قلت لها وير ار يو جوين عاد تضحك وتقول لي راه غادا عر بيدروم زعما التواليت انا حشمت نقولها قدامها وقلت لها شنو كديري قالت لي رانا خدامه في السوق كنبيع الورد عرفتي عجبني الحال بارطاجيت معكم دونك غتعطلنا على الدري درنا مع الربعه يلاه نمشي هوب ها حصلتوني تدوز تراموي وغنقول لكم باننا حنا وصلنا أقدم كنيسة وأهم كنيسة في هيسلمكي عاصمة ديال فنلندا وفهمتها سنة سكوير هي مجلس الشيوخ هادشي اللي قدرت نعرف ولكن اللي بغيت نعرف أنا شخصيا ما عرفتش شي حوايج كيجيونا حنايا عاديين حيت أنا ما يمكنش غادي نجي لواحد الدولة باش نجي نشوف واحد الكنيسة مي بزاف ديال لي توريست كيجيو ما عرفتش علاش من الناس كيبغي يكتشفوا كيبغيو يعرفوا هادي أحسن حاجة كاينة في السفر مي حنا كل واحد وشنو كيبغي مثلا أنا كنبغي البحر كنبغي الغابة كنبغي شي حاجة اللي غنتينجويها غنستمتع فيها بعض المرات الناس كيجيو غير يستافدوا يقدروا يجيو بحال مثلا في المغرب مثلا كيمشي شي واحد كيجي واحد اترونجي كيمشي للجامع كيشوف زعما كاين الجامع ديال الحسن الثاني وكيفاش داير انتيا كتكون ساكن غير حداه وما كتجيش تشوفه دونك هادشي اللي بغيت نوصل جيسبر تكونوا فهمتوا الميساج ديالي وسمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي هي ديك حيت فريمون عييت تخيلوا معايا راه النهار كله حنا جايين باش صورنا لكم هذا الفلوغ باش غنرجعوا دابا باقي لنا ساعه خاصنا نكونوا في الباطو دابا راه الربعه الخمسه خاصنا نكونوا في الباطو دار دابا الدريه باقا ما شتاش غنمشيو نتلاقاو معاها باش نمشيو غنخليكم مع هذا السينيماتيك وغنقول لكم تهلاو تلاقاو في الفلوغ الجاي تهلاو في راسكم اخوتي وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو وقولوا لي في الكومونتير فين بغيتوا ولا اش من دوله بغيتوا تمشيو لها لحقاش فنلندا الناس اللي متبعيني في انستغرام عارفيني كيفاش جيت فنلندا راه كانت غير حنا كنحدنا السويد ولكن جينا لها حيت خاطرت مع واحد الدريه دونك كتبوا لي في لي كومونتير اش من دوله اللي بغيتوا تشوفوا وشكرا لكم بيس اند لوف او نسيت واحد الحاجه مهمه بغيت نقول لكم ما تنساوش تابوناو عندي في انستغرام قربنا نكملوا مليون ابوني تهلاو العز